بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ النهارده ان شاء الله هناخد الموضوع الجديد معانا اللي هو انضمام شريك، وبكده نكون وصلنا الرابع موضوع او رابع نقطه معانا في محاسبه شركات الاشخاص، اللي هي خدنا اول حاجه التكوين، تاني حاجه خدنا فيها الحسابات الشخصيه، تالت حاجه خدنا تعديل حقوق الشركاء. تعديل حقوق الشركاء خدنا فيها زيادة رأس المال وتخفيض رأس المال وتعديل نسب توزيع الأرباح والخسائر. النهاردة هناخد موضوع جديد معانا اللي هو المعالجة المحاسبية لانضمام شريك. تمام، نقول بسم الله ونبدأ. انضمام شريك جديد للشركة بيبقى عن طريق حاجتين، يا إما الشريك اللي معانا ده هيدخل باستثمار جديد يؤدي إلى زيادة رأس المال، يعني إحنا محتاجين نزود رأس المال ومفيش معانا فلوس نزود رأس المال بتاعنا، طيب أمال هنعمل إيه؟ ندور على شريك يدخل معانا جديد يزود لنا رأس المال. طيب الاحتمال التاني، الاحتمال التاني إن إحنا الشريك اللي هيجينا ده هيدخل معانا شريك بشراء حصة من رأس مال الشركاء الحاليين. يبقى عندنا الشريك يا إما يزود رأس المال، يعني يدخل بحصة جديدة في رأس المال، أو يدخل يشتري حصة من الشركاء، يبقى رأس المال يفضل إيه؟ ثابت. تمام كده؟ يبقى انا عندي لو هو هيدخل بزياده جديده في الاستثمارات او هيزود راس المال، ده بتحصل امتى؟ لما تكون الشركه محتاجه لزياده راس المال ومحتاجه اموال والشركاء ما فيش معاهم مقدره اللي هم يزودوا من راس المال، يضطروا يبحثوا عن شريك ايه؟ جديد. تمام. طب الحاجه الثانيه، لا الحاجه الثانيه ان هو هيكون الشركاء عاوزين يستعينوا بخبرة الشريك الجديد ده، عنده خبرة في مجال الشركة كويس قوي وما ينفعش يجي يشتغل معانا، فاحنا نجيبه معانا شريك، يدخل معانا شريك في الشركة عشان هو يدير النشاط ويحقق لنا اكبر عائد ممكن. تمام كده؟ طيب الكلام ده كله نظري معاكم في الكتاب، انا هنتكلم عن المعالجة المحاسبية أو زي ما احنا قلنا الانضمام على أساس استثمار إضافي بالشركة أو شراء المنضم حصة من رأس مال الشركاء القدامى، يعني رأس المال بيفضل إيه؟ ثابت. تعالوا ناخد أول حاجة الاستثمار، الانضمام على أساس استثمار إضافي بالشركة، يعني هنا انضمام مع زيادة رأس المال، انضمام مع زيادة رأس إيه؟ المال. طب القيد بتاعها ببساطة قبل ما نشرح وقبل ما نتكلم زي قيد التكوين وزي قيد زيادة رأس المال بالظبط، القيد هيكون ايه؟ من حساب وسيلة سداد الشريك الجديد لحصته في رأس المال الى حساب رأس مال الشريك الجديد اسمه بقى، ده قيد الزيادة. هو ده القيد بس؟ الزيادة كلها قيد واحد، من حساب وسيلة سداد الشريك الجديد لحصته في رأس المال إلى حساب رأس مال الشريك الجديد، ده قيد الزيادة. أمال إحنا واخدين له فصل ومقسمينه وابحثين. في بعض المشاكل المحاسبية اللي بتقابلنا عند انضمام شريك بنحاول نعالجها. بنحاول إيه؟ يبقى إحنا هنعالج المشاكل إيه؟ المحاسبية اللي هتقابلنا عند انضمام شريك جديد. طيب ايه هي بقى المشاكل اللي هتقابلنا؟ الشريك الجديد اللي هينضم ده احنا هنعمل اعادة تقدير بمناسبة قدومه للشركة ولا هنبقي على القيم الدفترية زي ما هي؟ يبقى انا عندي فرضين، اذا كان الشريك اللي هينضم ده هينضم على اساس القيم الدفترية، يعني
الأرقام اللي موجودة في قائمة المركز المالي زي ما هي، ولا هعمل إعادة تقدير؟ طب تعالوا نفترض الأول إن أنا هعمل إعادة تقدير لأصول وخصوم الشركة. نتيجة إعادة التقدير دي يا إما ربح أو خسارة. هنا نتيجة إعادة التقدير إذا كان ربح أو خسارة من حق الشركاء القدامى، هم اللي يتحملوه. لو كان ربح هم ياخدوه، لو كانت خسارة هم برضو اللي يتحملوها. ليه؟ لأن أنا بعمل إعادة التقدير قبل انضمام الشريك، لسه ما بقالوش كيان داخل الشركة. أمال مين اللي ليه كيان؟ الشركاء القدامى. تمام كده؟ يبقى أنا لما أعمل إعادة التقدير زي ما إحنا خدنا قبل كده، والنتيجة بتاعته بقى سواء ربح أو خسارة هتوزع على الشركاء القدامى بنسب توزيع الأرباح والخسائر قبل انضمام الشريك الجديد. طيب، عندي 3 حاجات بيعملوا له مشكلة. الشهرة زي ما احنا خدناها في الزيادة والتخفيض في تعديل نسب توزيع الأرباح والخسائر، والاحتياط العام وبليصة التأمين. تعالوا ناخد أول حاجة الشهرة. الشهرة ممكن الشركاء يتفقوا على حاجتين، يتفقوا إن أنا هظهر الشهرة تمام في الدفاتر. هظهر الشهرة فين؟ في الدفاتر. طيب الشهرة دي حق مين؟ القديم ولا الجديد؟ هي الشهرة دي تحققت في وجود مين؟ الشركاء القدامى أم الشركاء القدامى بالإضافة إلى الشركة الجديد؟ لا طبعا، تحققت الشهرة في ظل وجود الشركاء القدامى، يعني هي من حق الشركاء مين؟ القدامى. طيب يبقى أنا عندي احتمالين. الاحتمال الأول إن الشركة بيقول لك الشريك الجديد مش هيدفع في الشهرة. تمام، الشريك الجديد مش هيدفع ايه في الشهرة كده، انا هظهرها في الدفاتر وهوزعها على الشركاء مين؟ القدامى. هظهرها في الدفاتر وهوزع قيمتها على الشركاء القدامى. هنشوف ده في المعالجة دلوقتي. طب والتانية؟ ان يدفع الشريك. معنى ان يدفع الشريك حصته في الشهرة ان انا هبقى على الشهرة مستترة، مش هظهرها في الدفاتر. يبقى الاحتمال الاول لو الشريك ما دفعش، يبقى انا لازم اظهرها في الدفاتر واديها لمين؟ للي يستحقوها، اللي هم مين؟ الشركاء القدامى. طيب لو انا مش هثبتها في الدفاتر واسيبها مستترة، لازم الشريك الجديد يعوض الشركاء ايه؟ القدامى. طيب تعالوا بقى نشوف كده ونقول بسم الله. حالة عدم دفع الشريك المنضم لحصته في الشهرة، بالظبط زي ما احنا قلنا، من حساب الشهرة الى حساب رأس مال الشركاء الاصليين اللي هم مين؟ القدامى، بنسب توزيع الارباح والخسائر بتاعتهم. تمام. طيب حالة عملية اهي، فرض ان محمد وريم شريكان في شركة تضامن وخصومان الارباح والخسائر بنسبة 2:1، وبمناسبة انضمام الشريكة هايدي قدرت الشهرة بمبلغ 21,000 جنيه، ومن شروط الانضمام ان تدفع هايدي حصة في رأس المال وقدرها 60,000 جنيه نقدا في البنك لحساب الشركاء، وأن تصبح نسب توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء 3:2:2 على التوالي. وهنا تكون المعالجة المحاسبية كما يلي: بفرض أن الشركة هايدي لم تدفع مقابل حصتها في الشهرة، ما دفعتش، هنقول إيه؟ هنقول من حساب شهرة المحل إلى حساب رأس مال محمد ومين؟ وريم، بالنسبة كام؟ 2:1 أهي. طيب من حساب الشهرة إلى حساب رأس المال بكام؟ بنسبة 2:1، 21,000. 21,000 دي نصيب محمد كام؟ 2. هقول 21,000 في 2 على مجموعهم اللي هو كام؟ 3، هتطلع 14,000. وريم 7,000 اللي هي 21,000 في نصيبها اللي هو 1 على مجموعهم اللي هو كام؟ 3. طيب بعد كده هايدا تدفع كام؟ 60,000 جنيه في البنك، يبقى من حساب البنك إلى حساب رأس مال مين؟ هايدي. تمام كده؟ طيب الفرض الثاني بقى، بفرض ان الشريكة هايدي شريكة بالعمل، لا مناش ايه، مانيش عاوزها دلوقتي دي. حالة دفع الشريك المنضم لحصته في الشهرة، في حالة اتفاق على ان يدفع الشريك الجديد مقابل حصته في الشهرة،
فإنها تعلق طبقا للخطوات الآتية. هنعمل الأول حاجة اسمها تسوية. شفت التسوية اللي كنا بنعملها في تغير نسب توزيع الأرباح والخسائر؟ هنعملها، بس بدل ما هنقول قبل التغيير وبعد التغيير، هنقول بعد الانضمام وقبل الانضمام. هنشوف كل شريك زاد قد ايه، تمام، وكل شريك نقص قد ايه، واللي زاد هيعوض اللي نقص. تعالوا نشوف كده. محمد وريم شريكان في شركة تضامن يقتسمان الأرباح والخسائر بالتساوي، تمام. بمناسبة انضمام الشريكة هايدي قدرت الشهرة بمبلغ 36,000 جنيه، ماشي. ومن شروط هذا الانضمام أن تدفع هايدي حصتها في رأس المال وقدرها 60,000 جنيه نقدا في البنك لحساب الشركة، وأن تصبح نسبة توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء 4:2:2. طيب، بفرض أن الشريكة هايدي دفعت أيضا مقابل حصتها في الشهرة، تتم التسوية طبقا لما يلي. أهي محمد وريم وهايدي، توزيع الشهرة بعد الانضمام، بعد إيه؟ الانضمام بنسبة كام؟ 3:4:3:2. محمد أهو، هقول إن دول مجموعهم كام؟ مجموعهم 9، ونصيب محمد 4، ونصيب هايدي ريم 3، ونصيب هايدي 2. هقوم قايل 16 36,000 في 4/9، 36,000 في 3/9، 36,000 في 2/9، تمام؟ ده التوزيعة الجديدة. طب قبل الانضمام كانت بالتساوي، يعني 36/2 ف 18,000، 18,000 طبعا هايدي ما كانتش موجودة قبل الانضمام. تعال نشوف بقى كده، محمد نصيبه نقص بكام؟ ب 2000. ريم نصيبها نقص بكام؟ ب6. هايدي نصيبها نقص بكام؟ ب8. القيد ايه؟ من حساب الموجب الى حساب السالب زي ما احنا خدناه قبل كده. اهو نقوم قايلين اهو، من حساب البنك الى حساب جاري الشركاء 2000 محمد 6000 ريم، واقوم قايل من حساب البنك الى حساب راس مال مين؟ هايدي بكام؟ 6000 وكام؟ و6000، تمام كده؟ يبقى احنا هنا قلنا ان البنك دخل فيه 8000 جنيه من مين؟ من هايدي لمين؟ لمحمد ومين؟ وريم. وبعد كده دفعت 60,000 حصتها في رأس المال. كده احنا خلصنا الشهرة. ناخد بقى الاحتياطي. الاحتياطي نفس الكلام، لن يدفع وسيدفع. لن يدفع يعني هنوزعه، سيدفع سنبقى عليه بدون توزيع. نفس الكلام اللي عملناه في الشهرة بالظبط هو نفس الكلام اللي هنعمله مع الاحتياطي. ازاي؟ تعالوا نشوف كده مع بعض. من حساب الاحتياطي العام الى حساب الحسابات الجارية، ده لو انا وزعته، بس على مين؟ على الشركاء القدامى بالنسب قبل الانضمام. طيب هيدفع، هنقول من حساب البنك الى حساب الحسابات الجارية للشركاء. وحط فلوس لمين؟ للشركة؟ لا، ده للشركاء مقابل حصتهم في ايه؟ في الاحتياطي. تعالوا ناخد المثال بتاعنا. معلش في ثواني يا شباب. تمام، لو احنا افترضنا ان عندنا شريكين، محمد وريم، شركاء في شركة تضامن يقتسمون الأرباح والخسائر بالتساوي، وبمناسبة انضمام الشريكة هايدي كان هناك احتياطي عام قدره 20,000 جنيه. اتفق الشركاء على توزيع هذا الاحتياطي، أو أن الشريك لن يدفع مقابل حصته في الاحتياطي. هو قيمته كام؟ 20. يبقى أهو هروح هنا أقول من حساب الاحتياطي بكام؟ ب20، تمام؟ طيب إلى حساب الحسابات الجارية بكام؟ برضه ب20. محمد ب10، وريم ب10. ليه؟ بنوزع بإيه؟ بالتساوي، تمام كده؟ طيب إذا جاء لنا فرض التاني بقى، إن الشريك المنضم سيدفع حصته في الاحتياطي، تمام؟ سيدفع حصته في إيه؟ في الاحتياطي، وسيتم
تعديل نسب توزيع الأرباح والخسائر بعد الانضمام لكي تكون 3 أو 4 إلى 3 إلى 3، 4 إلى 3 إلى 3. أعدل النسب بعدها التوزيع، محمد، ريم، هايدي. محمد بعد بقى هم 20,000، هنقول 20,000 في 4 على 10 هتدي 8,000، وريم هتبقى 6,000، وهايدي كام؟ 6,000. الحمد لله. طيب قبل الانضمام محمد كان كام؟ ده محمد كان 10، وريم كانت كام؟ كانت 10، وده كان كام؟ 0. يبقى هنا حصل ايه؟ ده ناقص 2000، وده ناقص 4، وده زاد بكام؟ ب6. يبقى زي ما احنا قلنا الموجب يعوض السالب، يعني معنى كده ان هايدي هتدفع 6,000 لمين؟ لمحمد وريم. يبقى من حساب البنك 6,000، 6,000 حساب الحسابات الشخصية للشركاء، محمد 2000، ريم 4,000. تمام كده؟ ده في حالة معالجة الاحتياطي العام عند انضمام شريك. الحالة الأولانية لو الشركاء الأصليين زي ما هم كده، قال لك الشريك الجديد مش هيدفع، ده حقنا احنا هناخده الأول وبعد كده تنضم. طيب الفرد الثاني، لا ده الشركاء قالوا احنا هنبقى عليه زي ما هو في قائمة المركز المالي بدون توزيع، والشريك الجديد يدفع لنا حقنا فيه. تمام كده؟ يبقى احنا هنعمل تسوية الأول بعد الانضمام ناقص قبل الانضمام، واللي رقمه هيطلع موجب يعوض الرقم السالب. تمام كده؟ اللي بعد كده الفرض الثاني بقى الانضمام على اساس القيم الدفتري، يعني هنا انا ما بعملش اعاده ايه؟ تقدير. طيب يقدم الشريك المنضم مبلغا نقدا او اصول عينيه زي عاده زي التكوين. بيكون قدامنا هنا 3 احتمالات: تساوي قيمة الأصول المقدمة مع حصة المنضم في رأس المال. طيب وفي هذه الحالة يتم إثبات قيم الأصول المقدمة كما سبق أن وضحنا، مفيش مشكلة. قيمة الأصول المقدمة تزيد عن حصة الشريك، وفي هذه الحالة عرق شهرة محل. قيم الأصول المقدمة تقل عن حصة الشريك زي ما احنا خدناها في التكوين. بفرض أن محمد، تعالوا ناخد بقى مثال ونشوف. فرض ان محمد وريم شركان في شركه تضمن اقتسام ارباح وخسائر بنسبه راس مالها، يعني بيتم توزيع الارباح والخسائر بنسب راس المال، وكانت قائمه المركز المالي على النحو التالي: وفي 1/1/2020 اتفق الشريكين على قبول هايدي كشريك ثالث بالشركه مقابل سداد 500,000 جنيه شيك، وان يصبح لها 25% من راس المال بعد الانضمام، على أي ألا يتم إجراء أي تعديلات في قيم أصول وخصوم الشركة القائمة. تعالوا بقى إظهار الشهرة، عدم إظهار الشهرة. لو الشركاء اتفقوا على إظهار الشهرة، طب الشهرة قيمتها هجيبها منين؟ تعالوا كده، رأس المال الشركة بعد الانضمام كام؟ 5,500,000. طب حصة الشريك المنضم كام؟ 1,500,000 في 25% 375,000. طيب الفرق كام بقى؟ هو دفعت 500,000 ناقص 375,000، يبقى هي دفعه زياده كام؟ 125,000. طب الفلوس اللي هي دفعتها زياده دي دفعتها مقابل ايه؟ دفعتها مقابل الشهره، او بمعنى اصح مقابل 25% من قيمه الشهره. يبقى قيمه الشهره كام؟ 125,000 في معكوس النسبة دي، النسبة دي ربع، معكوسها كام؟ 4/1، تطلع الشهرة بكام؟ ب500,000 جنيه، توزع بين الشريكين محمد وريم بنسبة 3:1،
فيكون نصيب محمد 375,000 ونصيب ريم كام؟ 125,000. كده انا جبت الشهرة وجبت ازاي ان انا اوزعها بين محمد وبين مين؟ ريم. طيب تعالوا بقى نشوف ها اما اظهرها. لو اتفقوا الشركاء على اظهار الشهرة، اقول من حساب الشهرة الى حساب رأس مال الشركاء محمد بنصيبه اللي هو ال 500,000 متوزع لهم بنسب رؤوس الاموال اللي هي 3 الى 1، وريم ب 125,000 اللي هي بنسبه 3 برضو الى ايه؟ الى 1. تمام كده؟ طيب لو الشركاء بقى اتفقوا على عدم اظهار الشهرة، كلمه عدم اظهار، كلمه عدم توزيع، كلمه عدم سداد، كل ده لابد ان يسبق المعالجه المحاسبيه اليه عملية تسوية. عملية تسوية بتتم ازاي؟ الوضع الجديد ناقص الوضع القديم، والموجب يعوض السالب. تعالوا نشوف كده مع بعض اهي. بعد هنعمل من حساب البنك الى مذكورين، حساب الحسابات الجاريه للشركاء القدامى اللي هو محمد ومين وريم، وحساب راس مين ميل هايدي. كده انا عملت القيد كله مره واحده، بس لازم الاول كنت اعمل ايه؟ عمليه التسويه. تعالوا نعملها مع بعض في الجزء الخاص ده اهو، لانها مش موجوده معانا في الجداول. بصوا بقى، نقول بسم الله. بعد الانضمام، تمام، قبل الانضمام، بعد الانضمام او قبل الانضمام، احنا موزعينها فوق اهي، ادي محمد وادي ريم وادي هاي. محمد نصيبه 375,000 وريم نصيبها 125,000. بعد الانضمام ايه نصيب هنا هايد كام؟ 125,000. طيب اتبقى كم ال 500؟ 375,000. ده هنوزع على اي اساس؟ على النسب الجديده. النسب الجديدة كانت كام؟ معلش نرجع للمثال تاني. في 20 اتفق شركاء بولها يشتري السالب بشؤون قبل السداد أصبح لها 25 من رأس المال على أن يتم إجراء. طب خلاص، يبقى برضو التوزيع هيتم على أساس نسب توزيع الأرباح والخسائر. تمام؟ قصدي نسب رؤوس الاموال. هيطلع الفرق معانا في الاخر ان جاري محمد هياخد اهو 93,750، وجاري ريم 31,250 اللي هيطلعوا بالسالب، هيسددهم 125,000 ما يسددهم هايدي. طب والمبلغ اللي متبقى يبقى نصيب هايدي في راس المال. تمام كده؟ طيب تعالوا ناخد النقطه اللي بعد كده. احنا افترضنا في المثال اللي فات ان الشريكة هايدي دفعت مبلغ اكبر من حصتها في رأس المال. لا، كانت دفعت 500,000. لا، ده احنا هنفترض دلوقتي ان هي تدفع مبلغ اقل من حصتها في رأس المال. طيب رأس مال هايدي كام؟ رأس المال بعد الضمان مليون زائد 200,000 بيساوي مليون و200,000. حصة هايدي كام؟ مليون و200,000 في 25 300,000. هي هتدفع 200,000 مقابل كام؟ 300,000. ده انا عندي هنا فرق مقداره كام؟ قلنا زي ما احنا قلنا هو 100,000. طيب ال 100,000 ده نصيب هايدي اللي هو الربع. طب يبقى كله على بعضه اللي احنا بنقول عليه احتياطي تضخم اصول كام؟ 400,000 جنيه. طيب الفرق ده يتعالج ازاي؟ لو الشركاء هيوزعوه او هيظهروه في الدفاتر هيتحملوه، يبقى من حساب رأس مال الشركاء 300,000 محمد و100,000 ريم إلى حساب احتياطي تضخم أصول، معلش، من حساب رأس مال الشركاء محمد وريم إلى حساب احتياطي تضخم أصول. وعليه يصبح الرصيد بعد كده إيه؟ رأس مال الشركاء القدامى كام؟ مليون ناقص 700,000 600,000 جنيه. هايدي تسدد كام بقى؟ 200,000 جنيه من حساب البنك إلى حساب رأس مال هايدي بكام؟ ب 200,000. هنا إيه اللي حصل؟ هنا انا خفضت راس المال، بدل ما كان هيبقى مليون
ومتين ألف خليته كام؟ حد عارف؟ خليته 800 ألف. ما هو 600 و200 تمنمية، تمنمية لو قلنا ربعهم كامل 200 ايه؟ ألف. أهو يصبح رأس مال الشركاء الجداد ايه؟ أو كله بقى 600 زائد ايه؟ 200. وبكده نكون خلصنا موضوع تمام انضمام الشركاء، وإلى اللقاء في محاضرة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم بقى دلوقتي عن الانضمام، ولكن ليس على استثمار إضافي، ولكن بشراء حصة من رأس مال الشركاء القدامى. إحنا كنا قلنا عندنا في الجزء الأول من الانضمام إن إحنا عندنا الانضمام بيتم يا إما على استثمار إضافي، أو يعني زيادة رأس المال، أو بشراء حصة من الشركاء الحاليين، بمعنى إن أنا هأبقي على رأس المال دون زيادة أو دون تخفيض. إزاي؟ بص كده أهو القيد بتاعنا ببساطة، هو هيشتري الشركة الجديد هيشتري من القديم، يبقى اللي رأس ماله هيقل اللي هم الشركاء القدامى، أقول من حساب رأس مال الشركاء القدامى إلى حساب رأس مال الشريك الجديد. تمام كده؟ طيب عندنا بقى في احتمالين، في إيه؟ احتمالين. الاحتمال الأول إن الشريك المنضم بيقوم بتسليم الشركاء القدامى لحقوقهم يدا بيد. يعني إيه؟ يعني بيعرف حقوقهم وهم قاعدين كده مع بعض قعدة صفا، يقوم مطلع شيك كاتبه فلوسك اهي وفلوسك اهي، خلاص خلص. طيب انا كمحاسب بعد ما عملت القيد اللي فوق لي علاقة باللي تم بينهم في قعدة الصفا دي؟ لا طبعا انا ماليش علاقة، ده حق الشركاء خارج الشركة هم اتعاملوا فيه. طب الحالة التانية؟ لا ده الحالة التانية هو قال لك ايه، انا هحط للشركة حاجتهم في الشركة على سبيل الأمانة، وهم بعد كده يبقوا يجوا إيه؟ ياخدوها. هيسيبها لهم فين في الشركة؟ يا إما في الخزنة أو في البنك. يبقى عندي احتمالين، الاحتمال الأول اللي هو يقابلهم بره الشركة، يقعدوا قعدة صفا مع بعض، يخلصوا اللي بينهم ويدي لكل واحد فيهم حقه، أو يحط الفلوس اللي حقوقهم في الشركة يا إما في البنك أو في الخزنة. طيب المعالجة المحاسبية لو كانت بقى في الأولى إيه؟ في الاحتمال الأولاني لو قعدوا مع بعض، مفيش عندي أصلا أي معالجة محاسبية. أنا كشركة اتأثرت حاجة، أنا كمحاسب بتاع الشركة اتأثرت حاجة، ليس هناك تأثير على الإطلاق. أمال التأثير بيكون إمتى؟ لو هو حط الفلوس دي على سبيل الأمانة بخزينة أو حساب البنك لصالح الشركاء، هو أول ما يحطها هم قايل من حساب البنك او حساب الخزينه الى حساب جاري الشريك، اثبت ان الشركه مديونه للشريك بالمبلغ اللي حطه له الشريك الجديد على سبيل الامان. جه الشريك قال للمحاسب معلش انا محتاج الفلوس بتاعتي، وايه المشكله خد فلوسك، هقول لك من حساب جاري الشريك الى حساب الخزنه. ايه اللي حصل؟ انا هنا ده اثبت ان الشركه مديونه، هنا اثبت ان الشركه سددت للشريك الفلوس اللي دي. تعالوا بقى نشوف احنا في ظل هذا الوضع تمام، اعادة الانضمام ممكن يتم على احتمالين نفس اللي فات. اللي فات كان عندنا يا اما هنعمل اعادة تقدير وربح او خسارة اعادة التقدير من حق مين؟ الشركاء القدامى، او الانضمام على اساس القيم الدفترية تمام. وشفنا المعالجات بتاعتها، تعالوا هنا نفس الكلام ناخد نشوف إعادة تقدير أصول وخصوم الشركة مع سداد حصة المنضم في بنك الشركة. يبقى عندي هنا حاجتين، هعمل إعادة تقدير يعني عشان أشوف في عندي أرباح ولا خسائر، تاني حاجة الفلوس اللي الشريك هيدفعها للشركة يحطها لي في بنك الشركة. أنا كده في العمليتين الحسابات بتاعتي حصل لهم إيه؟ تأثير. في الحسابات بتوع حصل لهم إيه؟ تأثير. طب لو كان الجزء التاني ده مش موجود، ان الشريك هيسدد للشركة حقوقهم بره، يبقى انا عندي تأثير واحد بس اللي هو اعادة التقدير.
تعالوا ناخد مثال حالة عملية كده ونشوف هنعمل ايه. بفرض ان محمد وريم شريكان في شركة تضامن يقسمان الارباح والخسائر بنسبة 2:1، وكانت عناصر قائمة المركز المالي للشركة على النحو التالي: 90,000 اصول، 110 مباني، 50,000 اساس، 100,000 بضاعة، 30,000 مدينون، 20,000 بنك، الخصوم 300,000 جنيه رأس المال محمد، 200,000 وريم، 100,000، 2,000 دائنون، 20,000 دائنون، 20,000 أوراق دفع، 60,000 احتياطي عام. وفي 1/1/2020 أبدت الشركة هايدرو رغبتها في الانضمام إلى الشركة بشراء نصف حصتي كل من الشركين. نركز بقى هنا، هتشتري نص الحصة كل واحد، يعني هتشتري من محمد 100,000 وهتشتري من ريم كام؟ 50. طيب، وبهذه المناسبة اتفق الشركاء على إعادة تقدير أصول وخصوم الشركة على النحو التالي: تبلغ قيمة الأراضي 40,000 جنيه، والمباني 50,000 جنيه، والأساس 30,000 جنيه، والبضاعة 110,000 جنيه. المطلوب إجراء. طيب، تعالوا الأول كده نعمل إعادة التقدير في الحساب بتاعنا الكروك اللي احنا بنعمله كل مرة، وقلنا زي ما اتفقنا الجانب المدين خسائر إعادة التقدير، والجانب الدائن أرباح إعادة التقدير. تعال نشوف كده، بقول لك الأصول كام؟ 90,000 أراضي، وهنا كام؟ بقت 40. في انخفاض مقداره كام؟ 50. انا قلت كلمة ايه؟ انخفاض يعني خسارة، كلمة انخفاض اصولي يعني خسارة، يعني الاربعين الف دي هتظهر هنا في الجانب المدين 40,000 جنيه حساب الاراضي. طيب المباني كام؟ 50. امال هي فوق بكام؟ ب110. طيب انخفضت ولا زادت؟ لا ده انخفضت، كلمة انخفاض اصول خسارة برضو هتروح في الجانب هنا بكام؟ ب50,000 جنيه. طب الاساس، الاساس بكام؟ 30,000. طب هو كان قيمته كام؟ كان قيمته 50,000. ده انخفض ل30، يعني برضو خسارة. مقدارها كام؟ ها؟ معلش، تبلغ قيمته الاراضي 40، تمام؟ يبقى هنا 90، 90 من 40، يبقى الأولانية قيمتها 50. أنا ما بحطش القيمة الجديدة، أنا بحط الإيه؟ قيمة الانخفاض، تمام؟ المباني 50 وهي كانت كام؟ 110، يبقى كام؟ 60. الانخفاض بحط في إعادة التقدير قيمة الانخفاض. الأساس، الأساس كام؟ الأساس 30 وهو كان كام؟ 50، يبقى عند انخفاض قيمته كام؟ 20. يبقى نركز 50 60 20. طب البضاعة ب110 وهي كانت كام؟ ب100. ده في عندي زيادة 10 اهي، كويسة، ده حاجة حصل فيها ربح، يبقى هنا كام؟ 10. طب تعالوا بقى كده نجمع 50 و60 110 و20 130، يبقى عندي خسارة مقدارها كام؟ 130، وعندي ربح مقداره كام؟ 10. يبقى معنى كده اللي لما صفيهم مع بعض هيحصل عند خسارة مقدارها 120,000 جنيه هتقسم بين محمد وريم بنسبة 2:1. يعني ايه؟ يعني ده هو هيبقى 60,80,000 وده 40,000. طب انا وزعتهم ازاي؟ ولا حاجة، 120 في نصيب محمد كام؟ 2. مجموع الانصبة كام؟ على 3. 120 في نصيب ريم 1 على مجموع الأنصبة كام؟ 3. تمام كده؟ تعالوا بقى نشوف الحل في الجداول بتاعتنا. قبل قيود اليومية هنروح بس لحساب إعادة التقدير نشوف شكله مع بعض. أهو حساب إعادة التقدير: أراضي، مباني، أساس، البضاعة 10، رصيد مرحل خسائر أهي. يبقى عندنا رصيد مرحل كام؟ 120. هننقله هنا، يبقى رصيد منقول مكان كلمة مرحل دي، رصيد منقول، تمام تمام ده مصمم باين. معلش، تبقى رصيد ايه؟ منقول، اهو رصيد منقول 120، توزع بينهم 80 40. تعالوا بقى نرجع بس للقيود بقى.
القيود بتاعتنا اهي، من حساب اعاده التقدير الى مذكورين، حساب الاراضي، حساب المباني، حساب الاساس، من حساب البضاعه الى حساب ارباح وخسائر اعاده التقدير. تمام. وارجع اقول هنا بقى ده هتبقى اعاده التقدير بس. تمام. يبقى هنقول من حساب اعاده التقدير الى مذكورين، ومن حساب البضاعه الى حساب اعاده التقدير. وارجع الرصيد بقى اقول اهو من حساب راس مال الشركاء. تمام. محمد 80، ريم 40، حساب اعاده التقدير. طيب تعالوا نشوف، نرجع للمثال بتاعنا تاني اهو. عندي هنا ايه؟ احتياطي عام. الاحتياطي العام ده حق للشركاء بكام؟ ب60,000. هيوزع بنسبه كام؟ 2:1. هقفله في حساب راس المال اهو، من حساب الاحتياطي الى حساب راس مال الشركاء. هوزع ال 60 ازاي؟ هي النسبه 2:1. اقول 60,000 في نصيب محمد 2 على مجموع الاجزاء 3، هيطلع 40,000 وريم ب 20,000. ارجع بعد كده اقول من حساب راس مال الشركاء ماشي محمد وريم الى راس مال هايدي مقابل المبلغ اللي هي هتدفعه. طب هي هتدفع كام؟ ببساطه تمام، كان راس المال الاول معانا في التمرين كام؟ كان راس المال بتاع محمد 200,000 و 100,000 صح؟ اهو كان الرصيد الاول 200,000 و 100,000. لما عملنا اعاده التقدير بقى محمد نقص ب 80 وريم نقصت بكام؟ ب 40. تمام. رجع تاني جالنا من الاحتياطي محمد زاد 40 وريم زادت 20. طب تعالوا بقى نشوف كده، 200,000 200,000 زائد 80 يبقى 280، ناقص 40 يبقى 240. 240 على 240 على الاثنين فيها كام؟ فيها 120، فيها كام؟ 120. طيب بعد كده عندي 100 زائد 40، 100 زائد 40 يبقى 140 ناقص 20 يبقى 120، نصهم كام؟ 60. تعالوا كده نشوف القيد اهو، اهو من حساب راس مال الشركاء محمد 80 وريم 40 الى حساب راس مال هايدي. بعد كده اقول من حساب البنك الى حساب الحسابات الشخصيه للشركاء المبلغ اللي حطته مين؟ هايدي لمين؟ للشركاء. تمام كده. طيب تعالوا نشوف بعد كده قائمه المركز المالي بعد الانضمام في 1/1/2020 ماشي. طيب تعالوا بقى ناخد الفرض الثاني. الفرض الثاني عباره عن ايه؟ على الانضمام على اساس القيم الدفتريه دون اعاده التقدير. هيظهر عندي برضو الثلاث احتمالات. اللي هيقدمه الشريك هيساوي حصته في رأس المال، مفيش مشكلة. المشكلة الثانية، اللي هيقدمه الشريك أقل من حصته في رأس المال. الاحتمال الثالث، اللي هيقدمه الشريك أكبر من حصته في رأس المال. طيب إزاي؟ تعالوا نشوف. لو الاثنين اتفقوا مفيش عندي مشكلة، خلاص من حساب رأس مال الشركاء القدامى الى حساب راس مال الشريك الجديد. طيب امال بقى لو هم اتفقوا الشركاء ان الشريك مقدم حاجه اكبر اقل من حصته، تمام كده، اكبر من ايه؟ من حصته، عشان يظهر عنده شهره. تعالوا نشوف المثال على طول. محمد وريم اتفقا على قبول هايدي شركه ثالثه لهم مقابل 100,000 جنيه على ان يتنازل كليهما عن نصف حصتهما في راس المال بواقع 4,500 جنيه لكل منهم. ركز بقى، هم 100,000 نصها كام؟ نصها 50. بس هو هنا دفع كام؟ دفع 50 مقابل كام؟ مقابل 45. ازاي؟ مش فاهم برضو. اهو هايدي دفعت 100 بس حصتها كام؟ 90. يبقى دفعت هايدي بزياده كام؟ 10. طب 10 ده عبارة عن ايه؟ عن مبلغ تعويض. تمام؟ عن مبلغ تعويض مقابل الشهرة، بنعالجه كشهرة. طيب هو ما يقول لك هايدي هتشتري نصف حصة كل واحد، يعني اما هايدي تبقى نص محمد، هتاخد نص محمد وهتاخد نص ريم، معنى كده ان هايدي معاها لوحدها نصف رأس المال، لان هيبقى معاها قد الاثنين. يبقى اما تدفع 10 مقابل نص الشهرة، يبقى الشهرة كلها مقدارها كام؟ 20,000 جنيه. تمام كده؟ اهي
ونصيب هايدي في 2 بكام؟ ب20,000. طيب هنا بقى تم الاتفاق على اثباتها في الدفاتر من حساب الشركاء لحساب راس مال الشركاء مين؟ القدامى. القدامى كل واحد بكام؟ ب10,000 جنيه. ماشي كده. طيب لو اتفقوا الشركاء بقى على عدم الاظهار، لو اتفق الشركاء على عدم ايه الاظهار، قد الانضمام هو مش في مشكله من حساب راس مال الشركاء الى حساب راس مال الشركه هايدي، من حساب البنك لحساب الحسابات الشخصيه لايه للشركاء. لا انا عاوز اشوف بقى في الفرض الثاني في حاله الاتفاق على عدم اظهار الشهره هيحصل ايه. فاكرين التسويه اللي احنا خدناها؟ هنعمل توزيع ل20,000 بعد الانضمام، وهنعمل توزيع ل20,000 قبل الانضمام، تمام كده. واللي فلوسه هتبقى زياده الموجب هيعوض مين؟ السالك. نفس الكلام اللي احنا قلناه ينطبق في حاله الاتفاق ما يقدمه الشريك المنضم اقل من حصته في صافي الاصول. يعني هنا عندي ايه؟ عندي تضخم اصول، عندي تضخم ايه اصول، احتياطي تضخم ايه اصول. نفس المعالجه اللي احنا خدناها قبل كده. ولو الشركاء اتفقوا على الاثبات هيتوزع وهيتحملوا الشركاء القدامى. طيب الشركاء عاوزين يسيبوه مستتر ما يثبتوش، الشركاء اللي موجب هيعوض ايه اللي سالب. تعالوا نشوف نفس الحاله السابقه، بس هيدا تدفع هنا كام؟ كانت هتدفع هنا 75، هناك كانت هتدفع كام؟ 100. طيب هي حصتها كام؟ مقابل نصف رقم البالغ 180,000 اللي هي مقابل حصة كام؟ 90. تدفع 75 مقابل 90، يبقى في عندي هنا فرق كام؟ 15. ده مقابل نصف رأس المال. طيب ال 15 في 2 بكام؟ ب30. 30 دول هيتحملهم الشركاء القدامى بالتساوي من حساب رأس مال الشركاء محمد وليم إلى حساب احتياطي ايه؟ تضخم. يظهر ضمن خصوم الشركاء كام؟ 30. هنا بقى التنازل عن اهو من حساب رأس مال الشركاء 75,000 محمد، 37,500 ريم، 37,500 الى حساب راس مال هايدي بكام؟ تمام كده. طيب اذا الشركاء اتفقوا على عدم الاثبات بالدفاتر هنعمل عمليه تسويه بسيطه، والموجب هيعوض السالب وهكذا، وهنعمل قيد ونرجع نعمل بعد كده قيد للانضمام. بكده نكون خلصنا مع بعض اربع نقط اساسيه من اللي احنا عاوزين ناخدهم في موضوعاتنا. خدنا أول نقطة تكوين الشركة والحالات بتاعتها كلها، خدنا الحسابات الشخصية للشركاء، خدنا التعديل في حقوق الشركاء بزيادة وتخفيض وتغير نسب توزيع الأرباح والخسائر بالشركة، خدنا انضمام شريك سواء على أساس استثمار إضافي أو بشراء حصة من الشركاء الحاليين. لو احنا بنشتري استثمار اضافي قلنا يا اما هيقم القبول على اساس القيم الدفترية او هنعمل اعادة تقدير. نفس الكلام لو هيشتري حصة يا اما الانضمام على اساس القيم الدفترية او على اساس اعادة التقدير. وبكده نكون خلصنا المحاضرة بتاعتنا مع بعض، وبالتوفيق ان شاء الله، والى اللقاء في محاضرة قادمة باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.